والله العظيم البارحة الطبخة اللي طبختها أنا أطبخت نفس الشيء. صدق والله؟ والله العظيم. طلع زينة؟ يعني؟ طلع أقول لك ذاك اليوم أرد أسولف للسالفة مع اللاوي. أي قول أسمع. قبل سنتين صار انباق البيج مالي فطلعت قلت على الفيس قلت لهم انا راح اعوف الفيس بعد ما انشر انا يوميا مبيوق البيج مالي وهذا اي خابرتني وحده ايش قالت لي؟ قالت لي العباس عليك لا تعوف الفيس. قلت لها ليش؟ قالت اتطلق. ليش تطلقين؟ قلت لها ليش تطلقين؟ قالت والله من قمت اتابعك قمت اسوي اكلات الرجلي. قام يجيب لي هدايا يجيب لي شغلات يجيب لي هاي زين انت ضعفت الفيس انا وين اولي؟ خوش ام علاوي انت ايش طابخه اليوم؟ العظيم ابو علوش يعني في طباخه ترى ماهره. الله يحفظك الله يسلمك والله احنا العراقيات كل النفسيات طيبه ونادرات وصبورات العراقيه معروفه اي والله بصبرها بتضحيتها تدبيرها بنفسيتها الطيبه.